تكون حجر عثرة بينهم وبين ما ينجدون من سعادة وفلاح ويقصدون من خير ونجاح، وأن لا يتعذروا بما يسمونه تأمين المستقبل. فالله عز وجل يقول: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإنائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. وصديق هذه الأمة رضي الله عنه يقول: أطيعوا الله فيما أمركم من النكاح ينجز لكم ما وعدكم من الغناء. ويقول ابن مسعود رضي الله عنه: التمسوا الغناء في النكاح. أمة الإسلام، إن ظاهرة العنوسة في المجتمع وعزوف كثير من الشباب من الذكور والإناث عن الزواج له مضاره الخطيرة وعواقبه الوخيمة على الأمة بأسرها، لا سيما في هذا الزمن الذي كثرت فيه أسباب الفتن وتوفرت فيه السبل المنحرفة لقضاء الشهوة. إخوة الإيمان، نتطرق إلى مشكلة أخرى وعقبة أخرى، ألا وهي عض النساء عن زواج الأكفاء. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أتاكم من ترضون دينه وخرقه فزوجوه ألا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. خرجه الترمذي وابن ماجه والحاكم بسند صحيح. إن بعض الأولياء هداهم الله قد خانوا الأمانة. نعم إخوتي في الله، خيانة الأمانة وهي من المسؤولية العظيمة، كما قال عز وجل: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجدال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. كما قلنا إن بعض الأولياء قد خانوا الأمانة التي حملوها في بناتهم وفتياتهم بمنعهن من الزواج من الأكفاء دينا وخلقا وأمانة. فقد يتقدم إليهم الخاطب الكفر فيماطلونه ويعتذرون له بأعذار واهية وينظرون فيه إلى أمور شكلية وجوانب كمالية، يسارعون بالسؤال عن ماله وعن وظيفته وعن وجاهته ومكانته والجهة والبلد الذي يقطنه، ويغفلون عن أمر دينه وخلقه وآمانته. بل ولقد وصل ببعض الأولياء الطمع أن يعرض ابنته الحرة المسلمة الكريمة سلعة للمزايدة وتجارة للمساومة والعياذ بالله. وما درى هؤلاء المساكين أن هذا عظم وظلم وخيانة. وقد تكون مدرسة أو موظفة فيطمع في مرتبها، فأين الرحمة والمودة في الزواج؟ إذن فهذا زواج بني على المصالح والعياذ بالله، فأين الرحمة في هؤلاء الأولياء؟ وكيف لا يفكرون بالعواقب؟ انظروا إلى نصيحة الحبيب صلى الله عليه وسلم، فقد جاءه رجل وقال له: يا رسول الله، إن عندي يتيمة وقد خطبها غني وفقير وهي تحب الفقير. فقال صلى الله عليه وسلم: لم نرى للمتحابين غير الزواج. فأثبت صلى الله عليه وسلم أن العلاج هو الزواج. ولو عقل هؤلاء لبحثوهم لبناتهم عن الأزواج الأكفاء. فهذا عمر رضي الله عنه يعرض ابنته حفصة على أبي بكر ليتزوجها، ثم على عثمان رضي الله عنهم أجمعين. وهذا سعيد بن المسيب رحمه الله يزوج تلميذه أبا وداعة، وهذا ديدن السلف الصالح في عصورهم الزاهية. فيا أيها الأولياء، اتقوا الله في من تحت أيديكم من البنات، بادروا بتزويجهن ما دام تقدم الخطاب الأكفاء في دينهم وأخلاقهم، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. واعلموا أن عظم النساء ورد الأكفاء فيه جناية على النفس وعلى الفتاة وعلى الخاطب وعلى المجتمع برمته. والمعيار كفاءة الدين وكرم العنصر وطيب الأرومة وزكاء المعدن وسلامة المحضن وحسن المنبت وصدق التوجه. فقد أوصى بعض الحكماء بنيه عند الزواج فقال: يا بني، لا يحملنكم جمال النساء عن صراحة
كريمة مدارج الشرف، وأبلغ من ذلك قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين تربت يداك. أحبتي في الله، اتقوا الله عز وجل في مسؤولياتكم أمة الخير والفضيلة. وإشارة إلى مشكلة أخرى، وهي الغلاء في المهور والمبالغة في الصداق في بعض الأوساط، مما يجعل الزواج عند بعض الناس من الأمور الشاقة والمستعصية بل والمستحيلة. ويؤسف كل غيور أن يصل البشر ببعض الأولياء أن يطلب مهرا باهظا من أناس يعلم الله حالهم. أما علم أولئك أنهم مسؤولون أمام الله عن أماناتهم ورعاياهم، هل نزعت الرحمة من قلوبهم والعياذ بالله؟ أمة الإسلام، وهناك إشارة أخرى، ألا وهي ما أحيطت به بعض الزيجات من تكاليف باهظة ونفقات مذهلة وعادات وتقاليد اجتماعية فرضها كثير من الناس على أنفسهم تقليداً وتبعية، مفاخرة ومباهات. لماذا كل هذا يا أمة محمد؟ إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، وكان الشيطان لربه كفوراً. ألا تعتبرون يا إخوة الإسلام بأحوال إخوان لكم في العقيدة في بقاع شتى من العالم، مما لا يجدون ما يسد رمقهم ولا ما يواري عوراتهم؟ نعوذ بالله من الكفر بنعمته، ونسأله ألا يؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. إننا والله نخشى عقوبة الله العاجلة قبل الآجلة. فاتقوا الله رحمكم الله، وتناصحوا فيما بينكم، وتعقلوا كل التعقل في أمور الزواج، ولا تتركوا الأمر بأيدي غيركم من الجهلة والسفهاء والقاصرات. والدعوة موجهة من المصلحين والوجهاء والعلماء والأثرياء، وعلى وسائل الإعلام بصفة خاصة، وذلك لبث التوعية والتوجيه الحسن لعلاج هذه المشكلات. بارك الله لي ولكم في الكتاب والسنة، ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العلي الكريم لي ولكم ولوالدي ووالديكم من كل ذنب فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ومن للأثر اكتفى. أما بعد، يقول صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت فيه الشمس هو يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. نسأل الله العلي العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا الشهادة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم إني داع فأمنه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أحسن عقيبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك عيشة هنية، وميتة سوية، ومردا غير مخزي، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. أحبتي في الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. أقم الصلاة.